لأن العدالة أنثى. بهذه الكلمات لخصت الغرفة الفتية الدولية بدمشق رؤيتها الطموحة لتعزيز العدالة الجندرية ضمن القوانين السورية، مختتمة مشروع نون ضمن نطاق تطوير المجتمع في فندق الشام بدمشق. الغرفة الفتية الدولية دمشق عم تتجه أكثر نحو تعميق العدالة الجندرية بالمجتمع السوري، وهاي السنة ضمن استراتيجيتها العامة لدعم النساء ودعم حقوق المرأة عملت مشروع نون. الغرفة الفتية الدولية دمشق موجودة بسوريا من سنة 2005، بتشتغل على مشاريع بتهم الشباب وبتطور بقدراتهم ومهاراتهم، وهي السنة كان لنا الشرف أنه نتعاون مع جهات واسعة مثل نقابة المحامين فرع دمشق وجمعية تنظيم الأسرة السورية والأمانة السورية للتنمية لإنجاح هذا الحدث. بنطاق المجتمع هي السنة كنا أكثر شيء مركزين ضمن استراتيجيا نركز على النساء، على اليافعين، مشاريع بتوعنا بالتراث المادي واللامادي، وكمان كيف الأعضاء بيطوروا مهاراتهم، وبالإضافة للصحة النفسية. مشروع نون هو من مشاريع ضمن نطاق المجتمع اللي قلنا مثل ما قلنا خصينا فيها النساء، هو القوانين التمييزية بين الرجال والنساء. حاولنا نعمل شيء بين من ضمن الجمعيات نقدر ناخذ أكثر الأوجاع أو أكثر المعاناة اللي عم يعانوا منها النساء من عن طريق الجمعيات، وبالإضافة مع الأساتذة المحامين لحتى نقدر نوصل صوتهم للمجتمع. مشروع نون هو مشروع انطلق بنطاق تطوير المجتمع في الغرفة الفتية الدولية دمشق، بلش بتوأمة مع الغرفة الفتية الدولية بتونس حول العدالة الجندرية، بعدين فتنا بموضوع سلسلة تدريبات متتالية مع محامين ونشطاء بالجمعيات الأهلية لصياغة مخرجات إلى علاقة بموضوع المواد التمييزية بالقوانين السورية بتصب بموضوع العدالة الجندرية والمساواة بين الجنسين. هاللقاء بيضم شخصيات اعتبارية كجهات حكومية وجهات أهلية لنناقش مواضيع الحقوق والقوانين المتعلقة بالمرأة بالأحوال الشخصية وقانون العقوبات والتأمينات الاجتماعية. حقيقي وقت بتشوف زخم هالعالم اللي موجودة ولا واقعة بالمجتمع كتير بتحس في أهمية، لذلك حتى تستشف أنه في بنتيجتها إن شاء الله مخرجات تفيد المجتمع، أولا المرأة وبعدين المجتمع بشكل خاص. يعني حفل ختام المشروع الذي تضمن ملتقى أصحاب القرار ناقش التعديلات التي توصل إليها فريق المحامين بشأن المواد التمييزية بين الرجل والمرأة في القوانين السورية. مهمة جدا، بتاخد آراء شرائح المجتمع المهتمين بمجال الأحوال الشخصية مثلا باعتبار يعني مجال الأحوال الشخصية والمجالات الأخرى أيضا. فتعديل القوانين منين بيبدأ؟ من حاجة المجتمع إلى هذا التعديل، فلا بد مثل هذه الندوات مهمة جدا هي في تطوير القوانين. هذا الملتقى سبقه أكثر من ندوة عملت على أكثر من موضوع. اليوم عم يتوجه هذا النشاط الغرفة الفتية الدولية بالموضوعات الأكثر أهمية. اليوم في أكثر من محور بدهم يحكوا فيه، بدهم يحكوا على التعديلات التي نراها ضرورية بقانون الأحوال الشخصية، بقانون العمل، بقانون التأمينات الاجتماعية. هذا الحراك القانوني كتير مهم، خاصة أنه جاي يعني لمشتركين بالحوار من خيرة القانونيين في سوريا والأكاديميين أيضا. ثلاثة محاور أساسية تضمنتها التعديلات هي قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية. المشروع يهدف إلى إعادة صياغة القوانين المتعلقة بالتمييز بين الجنسين وتوعية النساء بالقوانين وبحقوقهن.